عسلامة. سلمك. عسلامة. سلمك عشان. موضوعنا اليوم، أنتم مع أو ضد الزواج المبكر؟ ضد. شبيك متغش؟ على الزواج. شبيك متغش؟ شبيك ماخو موقف؟ على الزواج. شبيه الزواج؟ باش نعرس. جملة. جملة. لا طولا باع. لا طولا باع. صديان واحد، هما الله غالب أختي، 50 مليون نعطيهم لي أنت تنعرس. بيوسع بالك تنرجع لك. وأنت؟ أنا ما نحبش نعرس. يرحم والدي، ما نحبش نعرس يعني. لا ما نقصدش توا راهو. توا ولا من بعد؟ مانيش باش نعرس، ونجي نورس نعرس بوحده لبس عليها، تريقلي شو؟ باه قبل خطبه تصرف عليها، عرس باش تصرف على عرس، بعد العرس باش تصرف عليها، طلقت باش النفقه، بعد عليه طلاق سبق الخير. لا ما يصيرش خلينا نوصل لك، باش توصل باش توصل. 40 نسبة طلاق كل يوم، باش تطلق، نفقة وما نعرفش شنو، باش تقدمك في فلوسك. اش تموت ورثه معناها حتى تحت البر ماكش حتى تحت يعني انا نجيب لها خل خال اسفل خل خال احمر هاو حناش هاو خيالي كل موسم نهز موسم كل حاجه فرح نمشي انا يعني. علاش نربط في روحي يعني. مش صحيح راهو اللي تحكي فيه انت صحيح فاهم باه انا عندي بنت عمتي قفلت عليها عامين وخذ لك فيش ولا طارت في السماء ولا تتشرط معناها العرس عندكم انتم ذهب وصيغه وهذاك الكل صاحبتي عدي صرت صاحبتي انت هذاك لقيت واحد عنده بارتنير خرده مشيت سايبتني انا باش تعرف بارتنير بينيف سايبتني انا ومشيت معاه باش تقول لي انت اقسم بالله عندي السنتر وزرق تاع بابا نوحه فوكس تخدم بالكوابله سمية تتذكريها سنتر وزرق هو معناها سمية شكون؟ سمية ذايا سمية او قال لك موتور سمية شو مدخلها في الموضوع؟ نحب سمية هذي باش يكون عليها باش يكون عليها هذيك نخدم عليها كل يوم يبيع عليها في المزوط يبيع في الليسونس سمية ذايا شكون يعطيكم فكرة خايبة على العرس؟ هذي المناشط تاعك المذيع تاعك قال لك 71 دينار كل يوم مصروف انا ومرتي كهو هذي مغير صغار غير صغار 200 ألف معناها كي تجيب الصغار كيفاش تولي 100 ألف كل يوم وكحليب الغبره وكل ما ودوايات اي اي بس السبيطار وارجع شلزي خويا ولا فما تذكريش فما كان يجيبوا فما كان يجيبوا 10 صغار هذاكم 10 جاهليه في بير باش زعما باش يصرف عليهم نعرس كيفاش بها اللهم نشوف واحده من ايطاليا هذيك اخويا لا تتشرط لا تطلب لا شيء ترضى بي راهو توينسا ما يتشرطوش. قمت بلي شوف لنا خويا حرقه ولا خيط ولا اختها ولا بنت خالتها. مش البنات الكل في تونس يتشرطوا. باهي مش البنات الكل معناها نحطوا نحن على 10 بنات باش تشرط لكش واحد. هكاك انت تحب تقول لي. ماهيش بترضى بيه. يعطيك الصحة خاطرك زويلي مرماج هكاك ولت هاي. بنتي خليها في الدار ما تعرفش بمرماجي، بنتي خليها ما تعرفش بخضار، ايش تحبيه يخدم معناش؟ يكلت هو مسكين نهار كامل ومقطع يعلم بيك الربي واسمو سيتو، واحد بعد تجي يومها تقول لها مرماجي ما مرماجي ليه؟ يا ابن سيد تي مالك نحلف عليها راهي ما نعرفش انا عايشة على الخص مسكين ما تعرفوش القطو هاي في دار ما مجوعين القطو هذاك بيجيبوا له في الخطبة ما تعرفوش عمرنا ذقت انت جربت تعرف الطفلة وتشرطت عليك؟ انا شرطت الحق لا هي تشرطت هي تشرطت تتشرط نبعثها ورا الشمس تشرطت اختي احكي لي كيفاش شرطت عليك انت دخلت من الباب معناها جايه ناوي الخير باه خويا بيصير شوفي لي اي طفله تو قول لها ترضي بي انا تو تحتي 2000 فرانك تو ما عندي حتى شيء انا خويا ترضي نجي نخطب نجيب دارنا ونخطب باش تقول باش تقول لك ليه اي سامحني انت تنجم معناها تاخذ طفله وانت عندك 2000 معناها كيفاش باش تعيشها؟ هي ايش نحكي لك الزواج السن المبكر مازلت ما كونت طفله طالبه المينيموم معناها راجل يخدم كل شيء كهو راجل يخدم راجل يخدم شكون لقى خدمه بالله تو بارتنير بدلته وهذا السيد يخدم ياكلت من نهار لليل تاع ليه 3 سنين معاها نسميها لا حتى كي نسميها لا عملي تيات كنسميها سمي دي موتور دي ما دورش بها سمي فيها مرتسير صوصيس مكيت باهي وانت تشرطت عليك طفله؟ تشرطت عليا طفله انا باهي قول على القاتو قالت لك جيب لي قاتو وبدل لي تليفوني يا ريت هذاك انا عندي فرتيك انا جي يعمل لي اخزر هذيك عندها ايفون 8 بلس انا نحب ما خير منه اعطيني ايفون 11 وايفون 12 هكا قالت لك وهي تعرف شو عندك شو ما عندكش طريقه يو شو زح تليفوني خايب وليا جايبتها تتيتم غضتها معناها زعما انا عندي فرتيك انا معلم جيبولك انا شبيك اخت
يتشارطوا علينا ياسر برجولية. شنو هو اخر تتشارط؟ فما بنت حليل ترضى بيك. صحيتك هذا المطلوب. فما بنت حليل ترضى بيك باللي عندك و جيب فرخ اقعد ربي فيه لين يهزك رب. خويا تنشوفوا ترضي بيا نشوف الجربه تو. جاوبي. خاطر ما عندوش خاطر مسكين زوية لي كيفنا كيف وما مال على خاطر شناي باهي خوي شناي لازم لازم متحومتنا خليها فرح سيد شناي هاي شناي تحبي السنة المباكر الزواج في السنة المباكر فاس خيم الراس دخلني انا انت ما كنت زاد باش تعرس يعني سن مباكر عمرك 30 سنه انت كياكا انا هو العمر المناسب بالنسبه لكم انتم للزواج بالنسبة لي أنا غدي بين 25 و 30 سنة. بالنسبة لي أنا تاو 40 سنة. علاش 40 سنة؟ 40 سنة ما نحبش أنا نجيب برشا صغار ونعرف. كيفاش تكبرهم؟ يجيب شوية صغار، أنت علاش برشا صغار؟ شنو نكبر؟ كيفاش تكبر صغارك وتعيش معاهم؟ نعيش معاهم ونكبرهم. أي باش تجيب برشا باش يكبروا ويجيبوا علي الفلوس، باش يصرفوا عليا. تو يصرفوا عليك. تو يصرفوا. يجيبوا 14 واحد بعد يقول لك أوه نكبر تو نلقى وليداتي. داك كل وليداته الكل واحد شاف ثنيه وليداتي حال واحده ما عرفش انت يا سمعين والله تعرس في الاربعين اخسي التخميه تعرس في الاربعين تجيب طفل تربيه يوصل عمرك 50 سنه يبدا هو عمره 10 سنين نقولوا نحن اخويا هز ربي امتياع تقعد المراه تخلي لها شهريات تقسم له الدار تعطيه هو كان بنيتي عدو زيام ولا بنيتي عترو زيام تعطيه طاقه تعطيه طرف تراب تو واحد معاش خلط عليه انا شير. عندي راه تراب واسمعوني البنية تونس الكل راني يعني مانيش معرس تحت يدي عندي تراب راه مش تعرف عندي تراب وعندي دار مانيش معرف اقول لك موت موت والله تعرس بيك هكا هذا السؤال المطروح انا قاهر قلوب الاذار اعطيها ماك الجمله شبيني انا ازين كيفاه هي اللي هذيك خليها خليها سميه تغير تحب السميه نحبك